إيمان مساء الخير. مساء النور عليكم جميعا. احنا طبعا بنتابع كل جهود المجلس في دعم ذوي القدرات الخاصة وذوي الهمم، واعتقد ان لهم دور كبير جدا في المشاركة الوطنية. كلميني حضرتك عن جهود المجلس في يعني دعم وتدعيم التنشئة السياسية لذوي الهمم. طبعا منذ اليوم الاول لثالث يوم النهارده دلوقتي تتجاوز الساعه 7، يعني انا عايزه اقول لحضرتك عدد غير مسبوق مشارك من الاشخاص ذوي الاعاقه في لجان التصويت ده، لان احنا حقيقه قمنا بواجب كبير جدا، لانه واجب وطني وايضا مسؤوليه علينا، وهي ان احنا نتيح ليهم التيسيرات كلها بالتعاون مع الهيئه الوطنيه للانتخابات. عملنا دعم فني، ايه الاحتياجات لكل اعاقه، عملنا بطاقه برايل، بطاقة التصويت بطريقة برايل، عملنا لافتات بلغات الإشارة بتعلق في لجان التصويت، كلها حاجات تيسيرات غير التيسيرات في اللجان الأرضية، الدور الأرضي للإعاقات الحركية. كان في طبعا تواصل مستمر مع الهيئة لتذليل أي عقبات، كمان كان في تواصل مع وزارة الداخلية للانتقال للإعاقات الشديدة في منازلهم علشان نقدر ننقلهم إلى لجان التصويت. والقضاء نفسهم الحقيقة، يعني أنا عايزة أقول لحضرتك أنا رفضت كم من النماذج المضيئة مع القضاء، وتواصلهم بشكل فعال وإنساني مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان. يعني في سيدة كان عندها بتر في ذراعين، قدر القاضي يحط لها الورق التصويت على الأرض وهي بتمضي برجليها، فده طبعا مشهد مؤثر جدا، إن هي أولا حرصت على إنها مع الإعاقة بتاعتها إنها توصل لغاية اللجنة، وكمان إنها تدري بصوتها بالطريقة دي، يعني تعويضا عن الإيد. وقد إيه القاضي كان الحقيقة متعاون وموقف إنساني. في الحقيقة دكتورة إيمان، هو مش مشهد واحد، هو في العديد من المشاهد رصدناها للعديد من السادة القضاة قدموا لمسات إنسانية مش غريبة على الشعب المصري. أكيد أحد النماذج. بعض يعني القضاة خرجوا خارج اللجان كمان عشان يساعدوا ذوي الهمم. أيضا كمان المشهد اللي أنا عاوز أخد رأي حضرتك فيه، مشهد الشباب المصري المتطوع عاطف، كان في مشهد صحيح رائع تكلمنا عنه الدكتورة إيمان. الحقيقة أيوة، إحنا رصدنا برضو شباب كتير، أنا نفسي في اللجنة بتاعتي اللي كنت بالتصويت فيها كان معايا عدد من طيب دكتورة إيمان، يعني زي ما اتكلمنا انه كان في كتير جدا من الاعداد اللوجستي لمساعدة ذوي الإعاقة او ذوي الهمم ان هم يدلوا. Thank you.
اللي بنشوفها صحيح. كل سنه لذوي الهمم بيبقى صحيح. احتفال يعني كل الناس بتشارك فيه. صحيح، موفقين طبعا. دايما يا دكتوره ايمان، يعني احنا سعداء بالمكالمه الهاتفيه، سعداء بالمجهود اللي بيقوم به المجلس في مساعده ابنائنا. اشكر الاعلام على مدار الثلاث ايام، لم تقصروا وبالحقيقه عملتوا مجهود كبير، واشكركم على ان انتوا دايما بتذكروا المجلس وبتتواصلوا معانا علشان نقدر نوعي جميع الفئات المجتمع. بالتوفيق يا فندم، بالتوفيق دايما.